السينيال المساعد ده السينيال. عمار، السلام ورحمة الله. الله غالب السينيال اجمع الفيديو الاول وقطع الريزو. صح اخوي نبيل. هذا المساعد شوف لي الصوت عمار. سيدي احمد. مليح، بارك الله فيك يا ابو يعقوب، شكرا، الله يجزيك. شكرا، صحة. صبروا معنا غير طلعوا غير شويه يا جماعه برك. والجماعه اللي راهم هنا يشاهدوا فينا الله يرضي عليكم بارطاجوا في اللايف هذا. شكون ولينا في لعب الذر. شكرا، صح المساعد، بارك الله فيك. شكرا، بارك الله فيك. خويا محمد صح عيدك. بارطاجي سيد احمد. باش نزيدو واحد دقيقة برك. صح اخويا عمار شمار. صح عمار، صح صح. خويا اسماعيل على السلام. يا ودي والله رانا نرقدو يا رجل، مش ما خلونا نرقدو. صح اخويا علام، ربي يبارك فيك، ناس الجلفه توفيق. شكرا، صح 100% مليح. حكي حكيم حكيم، شكرا. المهم جماعه كل اللي راهم هنا يبارطاجوا في لي جروب، وماذا بيا الميساج هذا يوصل لجميع القاعده النضاليه على المستوى الوطني. الله يشافيه ان شاء الله. شكرا، عيدك مبارك. المهم بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. احيي جميع الاخوه المناضلين على المستوى الوطني، محارب العشريه 92/2011 بجميع الشارع تاعها، متقاعد معطوم مشطوب، ذوي الحقوق الناس كامل. بتيت لايف هذا كما نقول لك البث هذا ما كانش بروغرامي، لكن لظرف ما والاتصالات تاع بعض الاخوه على المستوى الوطني تقريبا من ناحيه الوسط ولا ناحيه الشرق ولا ناحيه الناحيه الغربيه، بعض الامور اللي راهي على مستوى الفضاء الازرق والناس اللي راهي تتكلم باسمي انا واحد شخصيا، الناس اتصلوا بيا، الناس راهي تتكلم باسمي وراهي تتكلم بواحد الطريقه انه صواب والجماعه، والناس راهي تقول هز ساكودو وطلع وروح. ما فهمتش الناس هذه اللي راهي تخلط، وشاو المغزى نتاعها وشاو الهدف نتاعها، شتاو دروك ما فهمناش. شاو المغزى نتاعها، احنا تكلمنا وهدرنا وهدرتنا وكلامنا واضح انه يكون تنسيق بين جميع الاخوه وجميع الافراد على المستوى الوطني جميع النواحي. دروك من هبه ودب ولا ما على باليش انا، ولا يدير منشور والتحق للعاصمه وروح للعاصمه ومن بعد كيعيطوا له الجماعه قال صواب، قال لي واش قلت لك انا، وين هضرت معاك انا اصلا اخويا؟ ها انا هضرت معاك، شكون ذا اللي هضرت معاه وقلت له انا ساكوت وطلع للعاصمه؟ احنا قلنا نسقوا في بعضكم، نسقوا في بعضكم لحد الساعه، قلنا لكم الناس تكون جاهزه. حد يبغى تحمل مسؤوليتك، تحمل مسؤوليتك وحدك، ما تدخل صواب ولا اكس ولا اكرا ولا شلومبو وتقول لهم بلي صواب وشلومبو. الواحد راه كيما يقول لك التليفون راه خباط،
رانا نظلوا نهضروا مع العباد، طالع هابط كيما يقول لك، قلنا نسقوا مع بعضكم، كل واحد مسؤول على ولايته، كل واحد راه مسؤول في ولايته، كل واحد راه مسؤول في الناحيه تاعو، كل واحد راه ينسق مع اصحابه، نسقوا بالتليفون وخطينا مقسم بالفيسبوك تاع الربوبه هذا. هاو بتجاهلونا ولا دين الله؟ يا اخي راكم تقولوا لهم شملوا روحوا خرجوا خرجه ميدانيه ونجيبوا حقنا، هاو ماهوش بهذه الطريقه. ماهوش بهذه الطريقه، كل واحد قاضب شاف، كل واحد يجبد في جيه. كي الناس بعثت لي المناشير ضربوا، الناس بعد عيطوا لي في الهاتف اصوا بس ونعلو الشيطان يا جماعه انا في داري ها وراني ها راني في الثلاج ها. شكون ذا اللي قال لكم بلي صواب راه في العاصمه؟ تيقوا الله في نفوسكم. والناس هذه الناس اللي من هبه ودب يهز التليفون ما تكونش معلو. قلنا نسق مع الناس تاع الميدان اللي معروفين على مستوى ولايتك. كاين بلديين كاين مناضلين تاع الميدان نسق معاهم او ماشي من اللي جاي يدزك. قلنا الجاهزيه كي تسمع الهاتف يا خويا وجد روحك ذروك كي نقول لك انا واجد واجد كي تلحق واصل اخو الصلاه على النبي يضرك الناس ولا من هبه ودب يعيط لاخر يقول له انا ديجا بعثوا لي مناشير ذاك والله غير دخت الناس في العاصمه تاعك شكون ذاك اللي قال لك في العاصمه الناس في ديارها ولا تتلاخروا في عباد الله هي بتجاهلونا قلنا كل واحد ينسق على حساب الكرلاجه نتاعو ومحتواه على مستوى البلاصه نتاعك واش داك انت 1500 كيلو 1000 كيلو تعيط في الغرب ولا في الغرب يعيط للشرق الناس الشرق عندها مواليها والجنوب عندهم مواليه والوسط عندهم مواليه والغرب عندهم مواليه والناس هذو راهم ينسقوا بعضهم على المستوى الوطني يا اخي ميلود واضحه المشكله وانه الناس كاين اللي مسكين الله غالب عليه كاين المناضلين مساكين الله غالب عليهم كاين المناضلين اللي غالب عليهم مسكين دوك يهز التليفون واحد يعيط له والله ما على باله مسكين يهز ساكو تاعو يجي رايح في الطريق ومن بعد ولي الناس تلوم فينا وتقول لك انتم ما درتوا احنا انا نقول لك كل واحد ينسق مع بعضها تعرف صواب عيط لي انا صواب تعرف بالعدل عيط بالعدل تعرف بوناق عيط البوناق تعرف عمار وقف عيط لعمار وقف تعرف شلومبو عيط شلومبو كل ما نبغي نديروا خرجه ميدانيه تولوا تكسروا فينا بهذه الطريقه علاه لماذا ما هو السبب ماكش تحوس على حقك اخويا خلي الناس تخرج تجيب حقها بصح ماشي بالطريقه وكي رانا نهضروا فيها ونهضروا في فم المليان انا ابو عبد الله صواب اني خارج على حقي مانيش خارج ضد البلاد ولا ضد الدوله انا بخاف ولا ما عندي على نخاف لكن قلنا لكم يكون تنسيق ويكون تنسيق محكم بين الاخوه جميعا على المستوى الوطني سبحان الله العظيم راقد في دارك وانت ربما راقد في دارك وقاعد دير في المناشير وتطبط بالاخر في ولاد الناس خافوا ربكم وإذا كان الواحد خلي الواحد يجبد قسم القضية هذه ويريح الله ينعلبوا هذه الحقوق كيما قال الولاد كيما هذه الحقوق. شنو إذا نقول لك نبهدل شوف خرج سقى علي خرج خرج جاني نبهدل نحيت ما عادش بغيت نقول لك زبل. يا خوتي يا خوتي يا خوتي راه كاين تنسيق راه كاين تنسيق المناضل ما كيرحم الوالي عندك في ولايتك كاين تعرف المنسق الولائي وتعرف البلدي ولا ما تعرفش هذا وتعرف الناس تاع الميدان نسق معاهم نسق معاهم قلنا التنسيق يكون جماعي ما هوش يضرب كل واحد يهز كتافه ويقول لك انا وانا وروح هيا سيدي روح يا سيدي بصح ما تجبش صواب علاش تقول صواب علاش تقول صواب قال لا صواب راه في العاصمه هناني في العاصمه كاين في بسكره يا خويا على مكاش عيط لي يا خويا على مكاش في بسكره شكون اللي قال لك مكاش في بسكره كاين فوزي ترغيني كاين بن مسعود كاين عمار شمار كاين الالاف اللي خويا كاين مكاش في بسكره كي تقول لي مكاش انا هنا في الغرب نعرف في بسكره وتعرف في بسكره تقول لي مكاش في بسكره واللي يتعب كيما نقول لك اللي راه باي الاخر في اموره في راسه يا خويا ربي يسهل عليك ماناش نلعبوا انا مانيش نلعب في البوك بهنا هاي مسؤوليه انا مسؤول على نفسي اول حاجه اني مسؤول على نفسي او الدين الاخر اخرج اروح ارفد زكوتو تاعك وين وين يروح للجداك وين يروح وين يروح هاي فاهمني
يا الحاج بتو قال لك ما كان والو نسق معاها عندك الفيسبوك تاعو عيط له الحاج بتو او موش تلاخر في التليفون ما كان حتى واحد انت ما كانش نسق معاه ربما السيد ما على بالوش ما يعرف سبحان الله ما فيها شيء خوتي المناضلين المنسقين الولائيين الجهويين الناس تاع الميدان الناس تاع الميدان الناس تاع الميدان كاين ناس تاع ميدان وكاين ناس مؤطرين وكاين ناس اللي تجيبوا سبحان الله ماشي حتى نقول لك انا بعد نهضر لك نولي كلش نهضروا في التليفون سما ما كان والو سما ولينا نلعبوا ولينا نمثلوا دروك انا قلت لكم خطونا من الفيسبوك اخدموا في السر اخدموا ونسق مع اخوك في الهاتف يزيد ولا مات في الهاتف روح اش قالوا كل بلدي عندك خمسه سته سبعه ثمانيه تاعك روح اش قالهم قالها واش كاين واش كاين واش كاين والهاتف راه بيناتكم انا مانيش خارج ضد البلاد ولا خارج على حقي حبه من حبه وكره من كره واللي راه خايف من الدوله وراه خايف الدوله اللي نهضر فيها باسمي هاني نهضر هاني بعبد الله صواب انا نهضر باسمي راني خارج على حقي مانيش خارج على ضد الدوله انا الدوله راني معاها اليوم وغدا وواقف على حقي بصح ما يبردعكم حتى واحد وانا ماني مبردع حتى في واحد هاي واذا كون ولي ذاك البليده شكون وبجايه شكون والله غير خافوا ربي يضروك يا جماعه كيف هذا مناظر ما تعرفش بلي شكون بلي كيف حتى تقول الله في نفوسكم المهم انا الرساله تاعي ماشي باش نقول لك المنسق تاعك شكون مشيني انا الرساله تاعي الناس اللي تهضر باسم الناس واحد اخرين اللي تهضر باسمي انا شخصيا ويقول لك صواب قال انا ما قلت حتى الواحد انا لحد الساعه رانا نحضروا مع الاخوه رانا في تنسيق على مستوى الجهه الناحيه ولا مستوى النواحي رانا في تواصل الحمد لله يا ربي تا واحد ما قلت انا هز الساكودو راني في العاصمه ولا راني في عناني ها قلت لكم ها وراني ها ها راني في جمجمة ها راني بالعبايه ها ها العبايه ها راني بالعبايتي هي خافوا ربي يا خويا مرتونا من الرسالة اقسم بالله الواحد جهه عينه والله الواحد ما راه يرقد قسما بالله الواحد يبات يعسي في المناشير في الناس يا الناس العلو الشيطان ما تسبوش بعضاكم ما تسبوش بعضاكم ما تخونوش بعضاكم ما تديروش بعضاكم هذا حقك 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 وقف مع اخوك هما قاعدين غير في بعضكم وزيت لحقت النميمه دروك ديروا فلان قالوا فلان قال ما قلت حتى الواحد وكل واحد راه مسؤول على ناحيته وكل واحد مسؤول على ولايته وكل واحد مسؤول على الجهه نتاعو نفس الشيء نعيشوا في نفس الريتم نعيشوا فيه هي لكن كيما هكا خلينا الواحد يكبر يا جماعه الواحد صي شاب راه شاب من راسه شاب من لحيته الهضره ما واحد ما الهضره نتاع ولاده ما يقدرهاش في الدار جيسكا كون احنا الى متى نقعدوا بهذه العقليه تاع الذر هذه تاعكم انتم مضروب يا خويا جمال واش متفهمش تفهم يا خويا واش قال لك بالفهم انا الواحد راه في كيما نقول لك في شهر يهضر غير اني ما بتجا في التليفون وقلنا نسقوا هنا نهضروا مع التليفون ومن بعد رجعت الناس ولات اودي فلان وفلتان قلنا اودي نسقوا مع بعضكم والناس تكون كيما نقول لك على كلمه واحده وعلى رجل واحده وعلى حتى واحد ما غادي يتزعمك حتى واحد ما غادي يتزعمك ويقول لك انا وانا الزعامه تاعك تتزعم روحك وكونك راجل وقف على حقك وقف على حق ولادك حتى واحد ما غادي يتزعم عليك وحتى واحد كان يتكلم معك ماشي يتكلم بصفه انني زعيم عليك انا اين لا مشطوب ومقود عليا ربي لا اكثر ولا اقل ماني زعيم على حتى واحد اما اللي ما كان لنا الدخول في بعض التفاصيل وذاك باغي يضرك السماء بتخرجني شغل انت شغل تحوج تدي كيما نقول لك تطلق صعيبه تطلق في الراشي بدي صحيح انني نقول لك باللي انا نقول لكم باسمي عبد الله صواب انا جيت كما قلت لحد الساعه حتى واحد ما اتصلت به وقلت له اني في العاصمه ولا طلع العاصمه احنا قلنا الجاهزيه الناس تجهز روحها بصح ما قلناش طلعوا العاصمه وبالك انا بدير جده انا في مستغالي ماني بالك بنخرج انا في مستغالي بالك بنخرج في غليزه بالك بنخرج في شلف شكون اللي قال لك انا خارج العاصمه قاعدين تبردعوا في بعضكم وديرونا في النميمه في بعضكم خافوا ربي خلوا الناس تخدم خلوا الناس يلبا تجيبوا حقوقنا وحق الزواوله والا كان باتوا فوق فات رجال اللهم بارك ما كانش يا خويا كل واحد كيما يقول لك شامي شامي وبغدادي بغدادي ربي سهل على كل واحد اخويا اي بارك الله فيك والله لا بزاف اخوتي قسما بالله وسمحوا لي اللي رفعت الصوت تاعي ولا سمحوا لي بهذه الطريقه قسما بالله غير سمحوا لي الواد ولا قال امر تاع سيدي ربي ركبته من هذه القضيه ولا مع البالش ذاك الواحد يكون راه يدير لي زاناليس يصبر روحه كاع 70 مره فيه قول لكم داودي ما تشوف المناشير ما ديرش على المناشير المناشير ما ديرش عليها اللي راه يدير منشور ما ديرش عليه
منشور انت انسان لا صوره لا صوت لا لا لا, لا اسم كلش فو. هفوا مع بعضكم نسقوا مع بعضكم كاين تليفون اخويا مانيش نقول لك نسق على المستوى الوطني نسق على جهتك برك نسق على صح سيد احمد ابعث لي ابعث لي نسق على جهتك نسق على جهتك فقط نسق على مستواك على مستواك ما تروحش بعيد ما تروحش بعيد انا عطيتك حقل على حساب الرمايه تاع اكرميه غير هنا علاش ترمي في الحقل تاع واحد اخر انت عندك حقل على حسابك على حسابك ارمي في الحقل نتاعك علاش ترمي في الحقل تاع واحد اخر كونوا رجال كونوا رجال كونوا رجال وكونوا قد المسؤوليه التالي فيكم ما في عمره 40 سنه اما واش اللي انا اللي علمك ولا تتعلمني يا ودي ما طيحت يا اخي ولا شيء انا عمري واش نطيح لا نطيح انا فاني ولادي ما يتبعوا فيا خوتي ما يتبعوا فيا وعمامي ما يتبعوا فيا واساتذه وائمه اللي قال اللي الاخر ما يتبعوا فيا حسابك حسب الله الاخر مانيش نطيح انا قلت لك على الصوت تاعي برك اللي ارتفع هذا مكان سمحوا لي برك الصوت تاعي كي نرفعه سمحوا لي برك هذه الطريقه لان عمري ما هدرت بالطريقه تاع الصوت تاعي رفع الله غال هذه اللي نعتذر من خوتي منها شاولا نسقوا مع بعضاكم نسقوا ما شوف المناشير ناكد لكم المناشير اللي راهم يديروا في الفيسبوك اذا كان كيتكلمك على الجاهزيه و اللهم بارك اما النقطه ويقول لك اطلع وطلع وما طلعش كنت هز له في الهاتف تعيط له والله ما يهز عليك وما تعرفوش ما با شكون ولهذا انا نقول لخوتي نقول لخوتي على مستوى الوطني اياكم ثم اياكم تحفوا في البياج احنا قلنا الجاهزيه قلنا التنسيق التنسيق يكون محكم ان شاء الله بربي نخرجوا للميدان نجيبوا حقنا وحق اولادنا وكل واحد يروح يرتاح في داره وحنا الحق الرساله نتاعنا الخارجه الميدانيه هذه وهي توصيه ولا توصيل الرساله للسيد رئيس الجمهوريه والمسؤولين والواقفين على الملف تاع محارب العشريه لا اكثر ولا اقل حنا مانا لا داخلين من ولا من حنا رانا نحوسوا على حقنا ندوه نروحوا نرتاح ولهذا كونوا رجال الناس اللي راه في المناشير ربي يهديكم خافوا ربي ما عرفناكم لاكم محاربين ولا ما على باليش كيفاه سمعتوني خوتي